اهلا بيكي يا حبيبتي، ازيك يا بسمة؟ ازيك يا ياسمين؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويس، شكرا طبعا انك بتدافع عني، شكرا انك حاولت تتواصل معايا. انا بجد مش مسامحه اي حد بيتكلم في حقي كلام مش كويس، وبجد حسبي الله ونعم الوكيل في اللي نزل الفيديو وفي الناس اللي استعملته استعمالات غلط واتكلموا في حقي بالباطل وطلع على اي اشاعات. انا حرفيا انا بقيت مكسوفه انزل امشي في الشارع، انا ليه؟ بقيت ليه؟ مكتئبه من كتر الكلام والكومنتات السخيفه اللي بتيجي من ناس الله اعلم بيهم هم فعلا بيعملوا ايه في حياتهم. انا بجد مش مسامحه اي حد بيتكلم في عرضي، ومش مسامحه اي حد اساء ليا ولا لاهلي ولا لتربيتي، وبجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي واقفه ضدي. انا في فرح صاحبتي، في فرح قريبتي، في اي مكان انا ما بعملش حاجه غلط، الدنيا كلها بتفرح والدنيا كلها بترقص. انا ما عملتش حاجه غلط، زي ما انت ما قلتي يا استاذه بسمه، 90% من اللي واقفين كانوا ستات، الفرح اصلا عائلي، ما فيش حد. ايوه ده صحيح، مفيش حد. ده هما حقيقي. برضه قالوا ان ده راح تجيب عريس، ده راح مش عارف ايه، وكلام زباله وكلام يوجع. انتوا مش متخيلين الوجع اللي انا استحملته، مش متخيلين الوجع اللي والدتي استحملته. ليه؟ ليه؟ مفيش حد له الحق انه يحكم على حد بالطريقه دي. صح، مفيش حد فعلا له الحقيه ان هو يتكلم عليا كده. انا معرفش انت بتعمل ايه من ورا السكرين اللي انت بتتكلم اصلا صح، عليه. اللي من ورا الحديدة. شوفيه هو قاعد بيعمل ايه، ولا هي قاعدة بتعمل ايه، ولا بالظبط، بتقول كده ليه انتوا اصلا؟ سايبوني انا في مكان انا فرحانه بيه بصاحبتي او بقريبتي او ايا كان، وده ما يخصش حد، وسايبين الناس معلش اللي بتسيء للمواقع اللي نازله زي النت، التيك توك والانستا والفيس، واللي بيعملوا فيديوهات معلش خليعه، بيزنس وهم يا حاسين ياسمين، انا ده بيزنس بقى، بيزنس يا حبيبتي. ازاي؟ ازاي بجد انتوا ازاي اصلا ده يعني انتوا ازاي الناس سكت على كده وجايين يهاجموا حد بفرح؟ قولي لي ياسمين، ده فرح قريبتك ولا صاحبتك؟ والدة العروسة ووالدتي قرايب.